أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا بني فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين الله إن وتركنا عليه في الآخرين الله وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم
صدق الله العلي العظيم.